تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للعاملين في المستشفى الأميري وهم يرتدون كمامات طبية مرفقة برسائل تحذر من الذهاب للمستشفى بسبب انتشار فيروس H1N1 المعروف باسم أنفلونزا الخنازير. وفي رد مباشر على تلك الشائعة صرح مدير المستشفى الأميري الدكتور علي العلندة عبر حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تطبيق إنستغرام أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ومبالغ فيه، والأمر لا يتعدى سوى ازدياد حالات الربو والحساسية الموسمية في هذه الفترة من كل عام، والتي تتزايد مع هطول الأمطار التي تسبب في زيادة عدد المترددين على مستشفيات الدولة بشكل كبير وملحوظ، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس H1N1 في المستشفى، ولم يتم إغلاق أي أجنحة أو غير ذلك كما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي.